حضرتك. نسمع بقى كلمه بين سياده الرئيس ونسمع كلمه الدكتوره جميله لسه الدكتوره ام كلثوم لسه طبعا احنا سعداء جدا ان احنا يعني نعقد هذا اللقاء في جامعه سوهاج. وكل الشكر والتقدير للدكتوره صحر واحد المقرر الفرع القومي المجلس القومي للمراه، وهذا اللقاء اللي بيتم بالتعاون مع المجلس القومي للمراه في سوهاج. والحقيقه المجلس القومي للمراه بيعمل يعني حقيقه بينفذ عدد من الانشطه المتميزه وله ثقل في سوهاج. والجامعه طبعا يعني سعيده جدا دكتوره صحر نتعاون مع حضرتك في اي نشاط مش بس بالمراه يعني على مستوى كل الانشطه. طبعا يا سعيد ان احنا نعمل ده في طبعا كل التحريم والتقدير لسياده النايبه الفاضله دكتوره عبله الهواري نموذج المتميز. اسمحوا لي نحيي الدكتوره عبله الهواري وروح حضرتك الله يسعدك. نموذج مشرف للمراه السوهاجيه والمراه في مصر بشكل عام. يعني كلنا يعني نسمع طبعا من عن دكتوره عبله وانشطتها ودورها المتميز حقيقه في حقوق المراه والمطالب بحقوق المراه وحقوق الرجل ايضا مش بس المراه. هي من اكثر الناس اللي بتطالب حقوق الرجل. فتحيه تقدير واعزاز من جامعه سوهاج لسياده النايبه عبد الهواري. والحقيقه بتشارك معانا في انشطه كثيره متعدده. كل الترحيب بالدكتوره ام كلثوم شلش استشاري نساء وتوليد وعضو لجنه الصحه بامانه المراه بالمجلس القومي. احنا يعني بنرحب بحضرتك في جامعه سوهاج وشرفتينا وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. الحقيقه احنا يعني كجامعه كلنا عارفين ان احنا عندنا وحده مناضله العنف ضد المراه، وهذه الوحده بتعمل مجهود طيب جدا. لسه من امبارح كنا عاملين حفل تلفزيون واذاعه جزء منها. فالحقيقه يعني احنا بنعمل انشطه كثيره لمناضله العنف ضد المراه. واتمنى ان احنا يعني انا مش شايف شباب كتير كده. احنا كنا عايزين برضو نتكلم على الشباب انما كفايه موجودين. يعني الحقيقه احنا برضو علينا دور فعلا في ان المراه تاخد مكانتها. الحمد لله يعني احنا الجامعه متميزين في ده. عندنا عدد كتير جدا من السيدات في قيادات في الجامعه ومنهم الدكتوره صلاح صابر موجوده معانا النهارده. كانت يعني وما زالت الحقيقه من الناس اللي بتعمل شغل كويس جدا للجامعه. وحتى على مستوى المدير العموم الموجودين في الجامعه عندنا 7 أو 8 سيدات. هي يعني في منتهى التميز. دكتوره صحر نموذج رائع. وعندنا برضو عدد من رؤساء الاقسام من اعضاء التدريس اعضاء هيئه تدريس كليه الطب وكليه الاداب وعام دكتوره صحر برضو في قسم الاعلام. الحقيقه المراه بتاخد حقها ثالث ومتلت زي ما بنقول. المراه عليها مننا كل التقدير والاحترام. اللي بتثبت كفايتها وتواجدها. انا الحقيقه سعيده جدا 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 ان انا لاول مره انزل سوهاج والاقي سوهاج بالجمال والناس بتوعها بالاخلاق الجميله دي والعاليه. طبعا الدكتوره سحر بتاعتنا وطبعا هي الحقيقه قبل ما اجي يمكن انا شفتها قبل كده في القاهره. انما انا قبل ما اجي الحقيقه سمعت عنها كلام كتير جدا على نشاطها وكفائتها. وهي فعلا خير من يمثل مجلس القومي للمراه في محافظه سوهاج. من اليات المجلس القومي للمراه طبعا هي لمناهضه العنف ضد المراه باي شكل من اشكالها. المكتب ده عمله ان هو بيستقبل الشاكيات وتقديم المشورات الاجتماعيه والقانونيه في الاساس شغلنا، لان بيبقى قائم على محامين في خط ساخن بيبقى 15-1-15. الخط ده على 15-1-15. الخط ده بيبقى خط ساخن متواجد من 9 صباحا ل 9 مساء في كل ايام الاسبوع ما عدا طبعا العطلات. تقدر اي سيده تقدر تتكلم وتقول انا عايزه عندي مشكله عندي استشاره عندي ورق مش عارفه اخلصه ازاي. بيبداوا زمايلنا يقولوا لها تبدا من اول فين. دي الحاجات البسيطه اللي هي بنسميها استشارات. لكن